نعم، بيني جانس عضو كابينة الحرب الإسرائيلي بعد أن قال قبل يومين بأن إسرائيل تقاتل على هذه الجبهة من الناحية الدفاعية والهجومية، أجرى اليوم جولة في إحدى المناطق في منطقة شلومي في الجليل الغربي، وأصدر مرة أخرى تحذيرات إلى حزب الله وإلى لبنان، وأن إسرائيل لن تسمح لحزب الله الدخول في هذه المعركة، وإن دخل فإنها سترد وسيتحمل حزب الله وأيضا لبنان العواقب. أيضا قال وركز مرة أخرى على أهمية إعادة الأمن للإسرائيليين على هذه المنطقة وقتال إسرائيل على هذه المنطقة واستمرارها ضمن الجبهات الموجودة إضافة إلى الجبهة الجنوبية. بمعنى أن بيني جانس وصل إلى هنا، هو ليس المسؤول الأول الإسرائيلي الذي يزور الجبهة الشمالية، من قبله وصل إلى هنا وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت لمرتين، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وصل إلى هنا لمرتين أيضا، وبنيامين نتنياهو جاء وعقد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية. حتى الآن تريد تحافظ إسرائيل على الرد والقصف في جنوب لبنان، ولكن في الأيام الأخيرة نشهد تصعيدا في حدة القصف، وهناك بعض المحللين الإسرائيليين الذين يقولون أن على إسرائيل في هذه الفترة استغلالها والضرب في العمق ومحاولة إيقاع أكبر خسائر ممكنة، إن كان في البنية التحتية لحزب الله أو أيضا في المعسكرات ومخازن الأسلحة والمخازن التي تحتوي على بنية تحتية والمواقع التي تحتوي على بنية تحتية تابعة لحزب الله. لذلك ديما إسرائيل تواصل قصفها، واليوم حدث أكثر من حدث على الحدود الشمالية، ولكنها تأتي ضمن الضوابط أو ضمن القواعد التي يعمل بها من قبل حزب الله ومن قبل إسرائيل في الفترة الأخيرة، عدا عن شيء واحد نلحظ بأنه يتغير في الأيام الأخيرة، وهو أن إسرائيل هي من تبادر للقصف، واليوم لليوم الثالث على التوالي هي من بادرت منذ ساعات الصباح الباكر بقصف أهداف في داخل لبنان وقصف عدة مناطق في لبنان وفي الجنوب اللبناني، والتهديدات الإسرائيلية بمواصلة مثل هذه العمليات والقصف أيضا ومحاولة توسيعه في الفترة الأخيرة. بني جانس كما قلت هو وصل إلى هنا وتحدث والتقى بالإسرائيليين الذين في الفترة الأخيرة يقولون من خلال الإعلام الإسرائيلي أنهم لن يعودوا إلى هذه المنطقة إذا ما استمر الوضع الأمني على حاله، وإذا لم تجد الحكومة الإسرائيلية حلا لحزب الله، لأنهم وفقا لما قالوه ولما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة لا يشعرون في الأمن في هذه المناطق، وهناك خشية حقيقية من تكرار مجرى في 7 أكتوبر، والخشية أيضا من إمكانية وجود أنفاق على الحدود الشمالية، وهذه الأنفاق التي قالت إسرائيل قبل حوالي 4 سنوات أو ما يزيد أنها أغلقتها وكشفت عددا من هذه الأنفاق وأطلقت في حينه على اسم هذه العملية عملية الدرع الشمالي. لذلك إسرائيل حتى اللحظة هي تواصل التعامل مع هذه الجبهة، نلمس تغييرا في القصف والأهداف التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي. أيضا يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق عدد من الطرق، وهناك توسعة لهذه الشوارع التي تغلق على الحدود الشمالية، وتأتي خشية من أي حدث أمني قد يكون ويبدأ من الحدود مع لبنان، وتحديدا في المناطق القريبة من الحدود والتي تبعد حتى عمق 5 كيلومترات.